استكمالا لسلسلة مجمدات اللحوم اللي بدأناها بالبانيه نص مقلي والسجق البلدي بكل طرقه، وشفتوا الفرق الكبير في السعر بين الجاهز رغم ان هما ما فيهمش حاجة مضرة او حاجة تزود الكمية. فهنعمل النهاردة البرجر، اكتر حاجة فيهم بتبقى مليانة مكونات غير اللحمة وبيبقى مقلق جدا عشان كده. فاحسن حاجة النهاردة اننا هنعمله بطعم احلى من الجاهز بكتير، وبمكونات مضمونة تماما وبسعر رخيص جدا، ويطلع مظبوط، لا هو تخين ولا هو ناشف. معايا اول حاجة فول صويا مغسول ومنقوع في مية مغلية لمدة نص ساعة بالكتير. اساس البرجر المجمد هو فول الصويا، هو اللي بيخليه متماسك جدا وبيخلي البرجر ما يكشش ويتخن من النص ويتحول لقرص طعمية بعد التسوية، وهو الحاجة الوحيدة المضرة فيه. الجاهز بيبقى تقريبا 3 ارباعه فول صويا، انا هنا هستخدم بس كمية متوسطة بحيث انها تديني القوام والكمية اللي انا عايزها من غير ما يبقى فيه ضرر. فانا هستخدم لكل كيلو لحمة ربع كيلو فول صويا. بعد نص ساعة هصفيه كويس جدا وهنزل عليه بالبهارات دي: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، كزبرة، وبابريكا، وهفرمهم كويس مع بعض. اختياري ممكن احط معاهم شوية بقسماط مطحون عشان اقلل كمية فول الصويا، بس الاساس بتاعه ما فيهوش بقسماط. وهحط بعد كده معلقة كبيرة مستردة ومعلقة كبيرة كاتشب، دي كلها منكهات للبرجر مش اساسيات، ومعاهم بياض بيضة ومعلقة طحينة لو انتوا حاسين ان في زفارة في اللحم. وهحط اللحمة، واخر حاجة معايا بصلة متوسطة مفرومة، وهرجع اضرب كل ده مع بعض. المقادير هحطها لكم تحت في صندوق الوصف. بعد ما ضربت الكلام ده كويس جدا هحطه في طبق واسيبه في التلاجة من نص ساعة لساعة عشان المكونات تاخد من بعضها واللحمة تتماسك شوية. هشكل بقى اللحمة. معايا مكبس البرجر، ده سهل قوي في الاستخدام ورخيص جدا، ممكن تجيبوه من اي حتة. لو مكسلين ممكن تطلبوه عادي اونلاين، ولو مش موجود باي غطا برطمان كبير عادي جدا، ومعلقة تفرد بيها اللحمة. وجبت اكياس بلاستيك وقسمتها على قد حجم البرجر، وهجيب اول كيس وادهنه بمسحة زيت واحط فوقيه قطعة البرجر وفوقيه كيس تاني، وابدأ اضغط كويس جدا لحد ما الشكل يطلع معايا مظبوط. انا في الاول هنا استخدمت كمية وزنها 60 جرام عشان يبقى قريب من اللي بيتجاب جاهز، هو الجاهز بيبقى 50 جرام اصلا، بس حسيت ان هو هيطلع صغير قوي بعد التسوية. اغلب الشركات دلوقتي بقت بتصغر حجم البرجر قوي عشان يطلعوا عدد كبير من البرجر، فانا عملت كمية تانية وزنها 80 جرام، ودي طلعت مظبوطة قوي مع الكايزر. ولو مفيش ميزان، النص كيلو لحمة بيعمل حوالي من 11 ل 12 قطعة. وكده البرجر خلص، احطه في كيس واشيله في الفريزر عادي جدا زي اي برجر، وطلعه وقت التسوية على طول. يفضل بس ان انتوا في الاول ما تحطهوش على بعض لحد ما البرجر يتجمد، بعد كده شيلوه فوق بعض عادي. هسوي كام واحدة منه، فهقيس القطر بتاعه الاول عشان نشوف بيكش قد ايه، عشان تعملوا حسابكم في الحجم اللي بتعملوه. القطر عندي هنا كان حوالي 12 سنتي. هاخد قطعة البرجر بقى على طاسة فيها معلقة زيت وعلى نار عالية، واسويه لمدة دقيقتين على كل جنب لحد ما يستوي وياخد لون غامق، وحاولوا ما تزودوش في التسوية قوي ولا تقلبوه كتير عشان كل ده بينشف البرجر وبيقلل حجمه. البرجر ده ما فيهوش فول صويا كتير زي مجهز، فهيكش شوية مع كتر كمية اللحمة والدهن اللي فيه. وده شكله اهو بعد التسوية. قست حجمه تاني بعد التسوية طلع حوالي 9 سنتي، فده معناه ان هو بيكش 3 سنتي، فقطر ال 12 ده مناسب قوي لعيش البرجر. هجيب بقى عيش كايزر عادي من الفرن، انطوله تحميصة خفيفة لو انتوا حابين، وهعمل البرجر البيزك خالص. حط شوية مايونيز، فوقيهم شوية كابوتشا متقطعة قطع صغيرة، فوقيهم شرايح طماطم رفيعة، وفوقيهم قطعة البرجر، واخر حاجة خيار المخلل. البرجر ده مش زي اللي بيتاكل في المطاعم، هو مش محتاج صوصات كتير او اضافات كتير عشان اللحمه كده كده ليها طعم خاص بيها. اخركم بس ممكن تضيفوا عليه شريحه جبنه او شويه بصل مكرمل، مش محتاج اكتر من كده. وده شكل سندوتش من النص، سمك اللحمه كويس جدا، البرجر كله طلع سمك واحد عشان النسب اللي استخدمتها في المكونات، واللحمة طرية بتتقطع بسهولة مش عامل زي الكاوتش. وبالنسبة للسعر، الكيلو بيعمل تقريبا حوالي من 110 ل 150 جنيه، ده حسب سعر اللحمة المفرومة،
لكن اقل سعر في البرجر الجاهز بيبقى حوالي 200 جنيه للكيلو، ففرق كبير قوي في السعر والجوده، ده غير ان الطعم احلى بكتير. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، شكرا جدا ليكم المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.